بالارقام احنا خلال 8 شهور اليوم ايه؟ سجلنا 37 اكثر من 37 مليون رحله نتكلم في 2023 في 2023 خلال الى نهايه شهر 8 نتكلم عن تقريبا 14 مليون وحاجه في الرياض فقط. فهذا رقم كبير، وجود هذا الطلب العالي والمتزايد يعطينا برضو مسؤوليه اكبر، اهميه اكبر، انه فعلا هذا القطاع يكون بالخدمه اللي تليق بالمواطن، الخدمه تليق بالمستفيد بمختلف اليوم فئاته، مثل ما قلنا مواطن، مقيم، مستفيد، سائح، زائر الى اخره.